لا تتواصل هذه لمسية الجميلة على أرضية ميدان الظفرة ضمن هذا المهرجان، مهرجان الظفرة 2023 ضمن هذه الأمسية الكبيرة على أرضية هذا الميدان. نجدد الترحيب بكل الحاضرين والمتابعين والمشاهدين، هكذا بحفظ من الله ورعايته انطلق الشوط العاشر، عاشر الأشواط المسائية في هذا اليوم ضمن هذا المهرجان. شوطا للقعدان، نتقدم مباشرة إلى المركز الأول ونتابع. شباب يحتل المركز الأول وتعود الملكية لسالم بالرمل بن محمد العامري، بينما الدخول على ثاني المراكز قماري أحمد بن سعيد بن سالم الفزاري، يتابع قماري وفي منتصف هذا الميدان يتدخل بالرقم 34 الوصول من النايف سالم بن حمد بن قرين العامري، يتابع هذا الأداء. المركز الرابع، يا سلام، شوف شوف التسلل، اشعار بن هويمل يأتي في المركز الرابع. انتقل الى المركز الخامس واجد الوصول، يا سلام، من شاهين حمد بن راشد بن عبد الله بن خميس النعيمي، يتدخل بينما سادس المراكز اصبح من نصيبه. يا سلام يا سلام، اشعار خليفة بن نصيب من خليفة الخيلي يقدم الشبابي، الشبابي يتسلل في هذه اللحظات. وصول الشعارات القادمة والاسماء التي تبحث عن الفوز وعن هذا المجد وعن ما هو جديد في هذا الموسم. وصل سياف لسالم بن سعيد بن متعب بن سعيد العفاري، يا سلام، وكذلك ايضا وصول الاسامي الاخرى التي تقترب من قائمة هذا النداء. يا سلام، محمد بن راشد بن عبد الله بن خميس النعيمي، يتابع ايضا انطلاقة شاهين. نكتفي بهذه الاسماء، نعود نعود والعود احمد، اقتربنا مع بوابة الظفرة. يا سلام، الكيلو والميتين جسر العبور غادرنا وانطلقنا بالصدارة. شباب شباب شباب، وسالم بالرملي بن محمد العامري راع العوايد ما يخلي عوايده، هذا شعار بالرملي يتواجد بصدارة الشوط. ولكن الملاحقة، حذاري يا بالرملي من اللي جاي مع الكيلو المتر الاخير. شاهد وتابع ولاحظ الوصول في هذه اللحظات، ما شاء الله يا نايف، نايف على المركز الثاني في هذه اللحظات. سالم بن حمد العامري، اشعار بن قرين يتواجد بالفعل، اشعار بن قرين يتواجد على المركز الثاني، بدأ يخطف الصدارة، غير النتيجة، انطلق بالمركز الاول مع النايف، النايف ولكن شباب شباب والنايف انطلقن القعدون على ارضية الميدان، ميدان الظفرة بمدينة زايد. ما شاء الله، مثل ما نشهد دائما هذا الحدث على ارضية ميدان، هذه الانطلاقة مثل ما تشاهدون، الانطلاق من النايف واعتلى عالي النايف وانطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام، سالم بن حمد بن قرين العامري يتابع هذا الاداء. وسلامي وسلام سلام سلام عليكم يا اهل البوابة 11، سلام يا اهل الساد، سلام. ما شاء الله يا بن قرين، يقدم النايف، شوف الانفراد، انفرد انفراد كلي عن بقية الاسماء. سلام لسالم بن حمد بن قرين العامري مع النايف، ومشكور يا سعيد يا بن حمد يا بن قرين يا العامري، سلام استاذ سلام، اسعدت مساء مع هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متابعين الاعزاء ايضا لخلف الراشد النايلي الشامسي، والمركز الثالث الوصول من شباب سالم بالرملي بن محمد العامري ثالثا، والمركز الرابع اذا هنالك ايضا اشعار خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي تدخل رابعا، والمركز الخامس لخلف بن ساري بن بلوش المزروعي. هكذا الخمس المراكز الاوائل مشاهدينا متابعينا الاعزاء،
شوطا فيه الانفراد، وشاهدنا شعار بن قرين يتألق في هذا المساء في شوطنا العاشر، قدم مستوى كبير من خلال انتزاع الصدارة. وبالفعل نشوف التوقيت الزمني، إذن النايف اعتلى عالي، النايف قدم مستوى كبير بالفعل. هذه لحظات وصوله مع الإعادة، 4 دقائق 18 ثانية، 1 جزء من الثانية. تهاني سالم بن حمد بن قرين العامري المركز الثاني. مودع لخلف بن راشد النايل الشامسي، حصل على المركز الثاني بتوقيت زمني 4 دقائق 21 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. الشباب في المركز الثالث سالم بن رملي بن محمد العامري، 4 دقائق 21 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. المركز الرابع متابعينا الاعزاء الشبابي لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، حيث قطع المسافة في زمن وقدرة 4 دقائق. أربع دقائق وثمانية وعشرين ثانية وست أجزاء من الثانية. بينما المركز الخامس شاهدنا أيضا إشعار خلف بن ساري بن بلوش مع مخيرز، حيث قطع المسافة في زمن وقدر 4 دقائق 28 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام.